للمنتخب التونسي من القائمة النهائية للمنتخب التونسي التي ستشارك في مفاجأة مش لطيف. كل واحد حر في اختياراته طبعا. لكن المفاجأة ما اعتقدش انها يعني لطيفة حتى المنتخب تونس، يعني عليه خبرات عالية جدا، امكانيات فنية عالية جدا. كلمته يا سيد ولا لسه؟ كان بيني وبينه حوار النهاردة تمام، ولسه هنتكلم بالليل يعني. فاعتقد ان في حاجه حصلت، يعني ممكن في حاجه حصلت، ممكن تبقى في حاجه حصلت. وبقاله فتره يعني تحس ان المدير الفني برضو يعني تحس انه جاي عليه شويه. اختيارات الفنيه ما حدش يقدر يتكلم فيها، لا طبعا كل واحد له حر في رايه يعني. لكن اعتقد ان هو فنيا يخسر المدير يعني الفني، يعني فنيا يخسر طبعا. خبرات عاليه جدا حتى في الاجواء المصريه، طبعا يعني فاهم، يعني في الاجواء المصريه البطوله هنا في مصر وشعبيه علي عاليه جدا. لكن وعسى ان تكرهه شيئا، يعني ممكن ده يبقى خير لعلي. يعني علي كمان محتاج راحه، كنت اتمنى له انه يبقى موجود ويقدم بطوله هايله طبعا، لان هو يستاهل كده. محترف بمعنى الكلمه تمام، ملتزم ومحترف وفكر عالي جدا وحاجه مثقفه بشكل كبير جدا. لكن في النهايه اختيار جهاز فني.